شوق لكم لهلا يعطي شي حبيب هاد هاد الظروف هذه اللي انا كنعيشها، لهلا يعطيها لشي حد. كل واحد الله يفك وحيله ومحينه، ويسرى بنتي راها بنت الشعب، يسرى بنتي راها قاصر، يسرى بنتي راها هي براسها مظلومه، براسها مظلومه، انا ام مظلومه. بغيتكم يا الراي العام يا الناس يا لسان سعاد، زيدوا وقفوا وقفه، زيدوا، بغيتكم تزيدوا باش بنتي، باش بنتي ان شاء الله تقوى. واخا هي راها قويه، انا عارفه قويه، تزيدوا تقوى معنوياتها، ما يجيبهاش الله. انا راني شوهتها ولا لا؟ لا ما شوهتهاش، بالعكس الام اللي تبغي ما نشوهش بنتي، وعمرني ما نشوهها، بالعكس انا بغيت بنتي نجمعها، وعادي نجمعها وعادي نبحث على اللي دار هذا الشيء، هذه الكارثه، واللي دار هذه المشكله، وما عاديش نسكت على حقي. حيت انا هذا الشيء اثر عليا، اثر عليا في الداخل ديالي، في النفسيه ديالي، لدرجه ان بزاف ديال الناس جاوا من بلدان اخرى، جاوا من مدن اخرى. كما كتشوفوا الاخت فاطمة الزهراء هي معايا مسانداني، شكرا لك اختي فاطمة الزهراء. هادشي صعيب اختي سعاد، هادشي صعيب. انا تنتمناكم تبقوا مع سعاد، انا تعاونوها، هذوك راه وليداتها، هذوك راه بناتها، راه الام هي اللي تتحس بهادشي هذا، ما غاديش يحس شي واحد بهذا الاحساس. الام هي اللي تتحس بناتها، وتشوفوا الحاله ديال سعاد هاد الصباح هذا. انا جيت من طنجة، انا وراه جديد، يعني راه عندي القناه، وكانت ديجا بنت مع سعاد، عندي القناه فاتي فلور، وجيت عندها باش نوقف معاها، يعني نهار كامل حنا واقفين حدا المحكمة الاستئناف عفوان، وتتسناو السعاد، وكلش خرجت بواحد الحالة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وتنتمنى من الناس يوقفوا معاها ويعاونوا السعاد، عاونوها راه مرا بوحديتها، عاونوها، تنتمنى من هاد الشيء هذا. ولكن لقيت راسي في هاد جوج المقابلة الأولى اللي كانت ديال الأخت بشرى، القضية ديال الأخت بشرى لقيت جمهور معايا، وهاد المقابلة اللي حسب بنتي يسرى لقيت جمهور معايا، ما لقيتش راسي بوحدي، بس معايا مساندين بزاف، اللي هما الشعب، اللي هو الحق الله سبحانه، اللي هو الحق الله اللي كيغضب على هاد الكارثة اللي وقع لبنتي، الكارثة اللي وقعت لبنتي كيغضب عليها الله سبحانه وتعالى، كيغضب عليها أي واحد، وأنا غضبانة عليها. أنا أول وحدة كنغضب عليها، أول وحدة كنغضب عليها وما نقبلش بها، وعادي نبقى واقفه على هذه القضيه هذه حتى ناخذ حق بنتي ان شاء الله. يا ربي وان شاء الله، وعيكونوا الدلائل، وعيكون ان شاء الله حجج، وعيكون حنا معاها، وحنا معاك سعاد، ان شاء الله معاونينك، ان شاء الله يظهر الحق، حيت الله سبحانه وتعالى قلت لكم الحق تيجي فوق الباطل، عمر الباطل كيكون فوق الحق، حيت الواحد حتى كيتظلم عاد كيجي الحق فوق منه، ما يمكنش يجي الحق وعاد يجي الظلم. الحمد لله على الله سبحانه وتعالى وعلى القدرة الإلهية. وكما كاين الظلم راه كاين الحق، قلت لكم ان شاء الله عاد تبت هادشي هذا مع مرور الايام، وعاد تشوفوا هادشي هذا بعينيكم، وتقولوا سعاد عن حق، سعاد راه على حق، سعاد راه نشف لها الريق، سعاد راه تحكرات، سعاد راه ظلمات حق انت، سعاد راه كتعيش حالة صعيبة، سعاد راه ماشي سهل عليها هادشي. راه حسبكم انا راني الادسنس اللي راه ماشي الادسنس هو اللي خلاني ندير هادشي، انا انا درت قناتي في الاول ديال حياتي ما كانش فيها المشاكل، هاد المشاكل جاو تال التالي. شوفوا راه اللي داير يوتيوب كلشي كيضرب على الادسنس، منهم انا كنضرب على الادسنس، وانما باش علاش كنضرب على الادسنس؟ باش ان شاء الله بالخير، ماشي بالشوهة، ماشي بهادشي، وانما هادشي قدروا علي الله سبحانه وتعالى، قدروا علي الله سبحانه وتعالى. لقيت مساندين، اللي هو الاخ زروالي، اللي هو الاخ الخزان، اللي هي الاخت فاطمة الزهراء، بزاف الناس، بزاف الناس اللي جاوا لكم بعدد كبير، بعدد كبير ساندوني، بزاف المنتقدين ساندوني، كنحييهم من هذا المنبر هذا. مازال ان شاء الله ندير فيديو ونشكرهم ان شاء الله، يا ان شاء الله. راه شنقول لكم هادشي راه ما كناكل راه ما كنشرب، راه الا كليت شي حاجه بسيطه غير باش ما نموتش، غير باش ما نموتش، حيت الله سبحانه وتعالى الا درت لفراسي شي حاله وما كليتش ودرت اضرب على الطعام، راه انا عاد يعاقبني الله، الا درت اضرب على الطعام يعاقبني الله، يعني كناكل باش
باش القوه تاع الروح هذه ما نظلمش الروح ديالي ما نظلمش حيت الله سبحانه وتعالى ما باغيش هذا الشيء وغاضب عليه ولا بد عادي ان شاء الله يبان الحق سكت المحكمه دابا هذه الربعه يلا خرجنا من المحكمه واش نقول لكم لا يعطي الشيخ حبيب هاد الظروف هذه اللي انا كنعيشها لهلا يعطيه